نصر الأهلي يحلق منفردا في الصدارة ويطير إلى المغرب استعدادا لكأس العالم. مساء الخير والسعادة والفل على كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي من كل مكان. أهلا بيكم، حلقة جديدة ومواضيع مختلفة من الحريفة. مساء الفل يا هنودة. مساء الفل حبيبة قلبي، مسودين هنفضل يعني نلبس اسود واحنا مش عارفين كده. بس أنا بس عايزة الناس تعرف إنه الأسود بالنسبة لنا مش لون حزن، هو خالص. لون شياكة نوعا ما. أهلا بك يا حبيبة أهل قلبي، وأهلا بكل جمهور النادي الأهلي من كل مكان. طبعا زي ما قلتي الأهلي بيحلق دلوقتي في سماء الدوري لوحده، وبيبعد عن أقرب منافسيه بست نقط، وأقرب منافسيه هو صاحب المركز الثاني نادي فيوتشر. فخلينا نبدأ حلقتنا كده ونروح نشوف كده معانا إيه أخبار النهاردة في السريع. أول خبر معانا طبعا هو فوز الأهلي ومواصلته لعروضه القوية في بطولة الدوري الممتاز بعد تغلبه على فريق البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة اللي جمعت ما بينهم على استاد القاهرة ضمن الأسبوع ال15 من البطولة، والهدف جه عن طريق المخيف محمد شريف علشان الأهلي يرفع رصيده ل37 نقطة ويعزز بيهم صدارته في بطولة الدوري عشان نبعد عن الغريم التقليدي ب11 نقطة. محمد شريف بعد الهدف اللي سجله امبارح بيؤكد كمان على عودته للتهديف، وان مباراه الزمالك ما كانتش حاله استثنائيه وخلاص، لا هو مرجع فورمته ومستعد كويس جدا لكاس العالم للانديه، والحقيقه بنتمنى له كل التوفيق وانه يستمر على الاداء ده مع النادي الاهلي ان شاء الله. نروح بقى من كره القدم لكره اليد سيدات الاهلي، واللي فازوا امبارح برضو على فريق البنك الاهلي بنتيجه 36-17 في المباراه اللي اتلعبت ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره على صاله الامير عبد الله الفيصل بنادي الجزيره. طبعا بنبارك لهم على الاداء القوي اللي بيقدموه طول الفتره اللي فاتت، وهم الحقيقه مشرفينا ورافعين راسنا دايما. عايزين بقى نروح للمباراه المصيريه الحاسمه في بطوله العالم لكره اليد، واللي هتتلعب ما بين منتخب مصر والمنتخب السويدي في الدور ربع النهائي النهارده الساعه 9:30 بالليل. مباراه صعبه جدا لاننا لازم نكسب، وزي ما قلنا امبارح يا نكسب ونكمل وننافس على بطوله العالم، يا نخرج وننافس بقى على الترتيب من الخامس لثامن. فاحنا اكيد قلبنا معاهم، وان شاء الله ان شاء الله يفرحونا ويكسبوا ونكمل مشوارنا في البطوله. اكيد لسه مكملين حلقتنا، لكن خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع لحضراتكم تاني، استنوا. لسه مكملين معاكم، وهنروح بقى دلوقتي نكمل بقيه اخبارنا، وعايزه اروح لاخر خبر مهم معانا وهو عن الانجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم، واللي قدم امبارح استقالته من منصبه. طبعا ده بعد الضغوطات والتشكيك في قدراته في تطوير التحكيم في مصر، ولكن الاتحاد المصري لسه ما وافقش على الاستقاله، وهيحصل اجتماع طارئ علشان يشوفوا القرار النهائي او يشوفوا مين ممكن يكون البديل. ولحد ما ده يحصل لجنه الحكام هتستمر في عملها بشكل طبيعي بقياده محمد فاروق نائب رئيس اللجنه. مستنيين نعرف ونشوف هيحصل ايه في الساعات اللي جايه، بس دلوقتي خلصت اخبارنا، خلينا نروح نشوف الجزء الثاني من فقرتنا وهو تعليق في صدر. الصورة اللي معانا النهارده صورة النجم الانجليزي هاري كين، واللي عادل امبارح رقم جيمي جريفرز الهداف التاريخي لنادي توتنهام بعد ما سجل هدف الفوز لفريقه في شباك الفريق فولهام. في الدوري الانجليزي علشان تنتهي المباراة بنتيجة 1-0، وبكده يكون هاري كين قائد المنتخب الانجليزي، سجل الهدف رقم 266 ليه مع توتنهام. هاري واحد من نجوم الكرة الإنجليزية طبعا، هو دلوقتي كسر رقم جيمي جريفز اللي كان متصدر قائمة الهدافين التاريخيين لتوتنهام، واللي كان محتفظ بيه من سنة 1970، يعني 35 سنة مفيش لعيب قدر يجيب العدد ده من الأهداف مع فريق توتنهام، لحد ما جه هاري كين امبارح وتعادل معاه في الأهداف، واللي علق على الموضوع وقال كنت محتاج فوز بعد ده، بعد النتائج الصعبة دي، فخور جدا جدا بتساوي في الرقم القياسي مع جيمي جريفز، بس دلوقتي هدور على هدف تاني لتحطيم. الحقيقة فكرة كسر الأرقام القياسية بقت الشغل الشاغل دلوقتي عند نجوم أوروبا في كرة القدم طبعا، واللي وصل لهم لده اللي عمله الحقيقة كريستيانو رونالدو وميسي في كرة القدم، والمنافسة اللي كانت ما بينهم لأكثر من 15 سنة،
كل اللعيبه بقت واخده المنهج ده، وده اللي بيدوروا عليه دلوقتي، الانجازات الفرديه. بالظبط، اكيد ده كمان بيخلق هند روح منافسه عندهم، فانهم ينافسوا بعض على مين يكسر ارقام فلان في اللعبه، ده بيديهم دافع وهدف يشتغلوا عليه علشان يحققوه. عشان كده بنقول دايما لازم يكون قدامنا هدف بنسعى ليه علشان نحققه، وما نمشيش في حياتنا كده وخلاص. صح صح صح، بالظبط كده. وبكده دلوقتي تبقى خلصت فقرتنا الاولى، تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف منورتنا النهارده بتقول ايه، استنونا. ورجعنا لكم مره ثانيه، وصلنا دلوقتي لفقره المناوره. منورتنا النهارده غريبه شويه، بس الحقيقه ان هي بتهمكم جدا جدا، لان كل حد فينا لما بيبدا ياسس بيت جديد لنفسه او يحب ان هو يجدد بين كل فتره والتانيه، بيبدا يفكر في طريقه ان هو يختار الديكور المناسب، يختار الالوان اللي بيحبها، ينسقها مع بعض، بيبقى دايما بيدور على التغيير، التغيير في طاقه المكان وفي الروح اللي في المكان، علشان يحسوا انهم مرتاحين او مش مرتاحين، عندهم طاقه ايجابيه، عندهم طاقه سلبيه في البيت، خناقات، مشاكل ما بتنتهيش. في مننا اللي بيبدا يحس ان هو محسود، في مننا اللي بيبدا يحس ان حياته متشقلبه، وبنسمع برضو كتير اللي يقول لك المكان ده ريحه حلوه او عتبته حلوه. فعشان كده بقى عندنا خبراء في علم اسمه علم الطاقة، نقدر منهم اننا نعرف ازاي نتجنب الطاقة السلبية، ازاي نجذب في حياتنا الطاقة الايجابية طول الوقت، وهم كمان اللي ممكن يساعدونا نخلي بيتنا مكان للراحة فعلا. وبما ان اميرة الحقيقة عندها اسرة واولاد وكده، فانا عايزة اسألك كاميرا، التزمتي قبل كده بموضوع الطاقة وانت بتجددي بيتك او انت بتعملي بيتك؟ بصي، في الاول خالص ما كنتش ملتزمة بيه، بس من كتر ما شفت وقريت وسمعت، لا في بيتي الاخير ده التزمت جدا بحاجات كتير. ايه بقى؟ يعني تكتشفي ان العفش نفسه لازم يكون ليه شيب معين، المرايات في مكان معين لا ما تبقاش موجوده، صح، ما تناميش مش عارفه والمرايه ازاي، ما فيش كراكيب تبقى موجوده تحت السرير، كل ما كانت الحاجه هاديه وبسيطه الدنيا رايقه. في زرع كمان بيجيب طاقه ايجابيه، يعني في حاجات كتير الصراحه ابتديت اركز فيها. ان انا انت المهم قوي البيت بصراحه عندي. يعني بس الحقيقه فينا يعني اصل بصي، هو ده المكان اللي انت بتبقي عايزه تخشي فعلا ترتاحي فيه، تعملي كده بس كده. فهو ده اللي انا عملته. وكمان يعني من ضمن الحاجات اللي انا ركزت فيها، كلنا بنتبسط فين؟ في الاوتيلات. انا خليته ستايل الاوتيلات اللي هو كله لون واحد، مفيش دوشه، يعني انا مودرن كمان بيتي، عارفه حافظاه يعني في ناس كتير فعلا بيقول لك محتاجين نروح لازم تعزميه. ده انت يا نهار ابيض، بيبو المخرج ده انت تنور يا فندم، ده انت تنور وتتفضل كده وتدوق اكلي وكل حاجه وكل الكرو طبعا. الحقيقه في ناس كتير فعلا بدات تهتم بموضوع طاقه المكان وتحاول تعرف عنه اكتر، سواء كان من خلال جوجل او انهم يستعينوا بخبراء طاقه يتكلموا معاهم وهم بيجهزوا بيتهم. في ناس تانية ما بتبقاش مهتمة خالص بالموضوع، وشايفة ان ده خرافات مطلعينها وبيضحكوا بيها علينا وعلى الناس ومفيش حاجة اسمها كده. فأنا بقول لكم فعلا لا، بجد بجد اطمنوا، ده مش ضحك على الدقون ولا حاجة، محدش بيضحك عليكم، فعلا في حاجة، في علم، في فلسفة صينية قديمة من 4000 سنة بتصنف كل حاجة تحت مسمى الطب التكميلي، وفي قواعد معينة المفروض نعملها علشان نخلي البيت مناسب لشخصية كل واحد. خليك لما انت تدخل البيت يعني تقلع كده كل طاقتك السلبية وهمومك على باب البيت من بره. وعلى فكرة انا عايزة اقول لكم ان ده كمان بينطبق على اي مكان، سواء البيت او الشركة او المكتب، حتى المحلات. صح. زي ما هند قالت كده، زي ما بيبقى في بيت كده ايه ريحه حلو. أيوه. عتبه حلوه، ده حقيقي. تلاقي في محل لو جبت مين يفتح فيه بيفشل وبيقفل. ايوه صح. هو بلا شك انه بيت كل حد فينا المفروض يبقى اهدى مكان في العالم، لان الواحد الحقيقه بعد دوشه طول اليوم الشغل والناس والزحمه بيرجع يعني يلاقي مكان مؤهل يفصل فيه عن كل ده. وفي خبراء كتير بيقولوا انه البيوت الريفيه هي اقل بيوت فيها نسبه نكد واقل خلافات بين المتجوزين، وتحسي كده ان في بركه في بيتهم. انا بالمناسبه يعني حلم حياتي ان في سن معين اسافر اندونيسيا واجيب ماذا واقعد في البيت. انت فاكره كنت بقول لك وبيت صغنن وشكرا. ايوه، وده بيستخدموا علم طاقه
علم طاقة وعلم المكان. هم الحقيقة أنه ناس في الريف حياتهم طبيعية وبسيطة بالفطرة، وتدخلي بيتهم تحسي براحة وما تفهميش مصدرها إيه، لكن كل واحد بيعيش في المكان والبيئة اللي تريحه. أهم حاجة أن أنت تبقى عايش في بيت مريحك بجد. بالظبط، دي اهم حاجه هند. وعلى فكره علم الطاقه ده بيتدخل في حاجات كتير جدا، يعني بيتكلم ان طاقه الشخص اللي قدامي ايا كانت فهي بتاثر فيا، ودي حقيقه. صح. الالوان اللي بنشوفها بتاثر فينا، الاماكن اللي بنروحها، ديكور البيت زي ما قلنا. وكمان يعني اصلا ربنا خلق في الكون طاقه عظيمه جدا جدا، وهي الطاقه الكونيه، يعني بتنقسم لاسمين طبعا. الطاقه الايجابيه ربنا يكترها، بتتمثل بقى في الرحمه، محبه، الامن والسلام وغيرها. الطاقه السلبيه ربنا يكفينا شرها ويكفينا كل الناس السلبيين اللي بنقابلهم في حياتنا، دي بتتمثل بقى ايه؟ كراهيه، حسد، غيره وغيرها وغيرها. في النهايه هدفنا اننا نساعد بعض نكون اشخاص سويين وايجابيين، ونهتم بتفاصيل صغيره كده جدا ممكن تخلي حياتنا اسهل. صح. طاقتنا احلى. صح. وانت اتكلمتي عن حاجه مهمه، طاقه البني ادمين. لازم نفهم حاجه مهمه جدا، ان اي تصرف واي كلمه ممكن تقولها لحد ده هيأثر فيك انت الشخص اللي قايل الكلمه. يعني لما تقول لحد انت فاشل فانت بتحسسه بالاحباط، غير لما تقول انت شاطر وحاجات تانية. وعايزه اقول حاجه، انت لما تقول له ان هو فاشل وتفضل تبث طاقتك السلبيه على الناس، الناس هم انعكاسك، كل حاجه صحيح. هتديها للناس هترجع لك. حاجه تانية، الاغاني اللي بتسمعها بتاثر في طاقتك ومودك على حسب بتسمع ايه. وعشان كده النهارده هنقول لكم بالتفصيل الحقيقه من لسان اهل العلم ازاي نفهم طاقتنا وطاقه المكان وطاقه الكلمه بشكل اكبر، ونطبقه بشكل بسيط ومناسب لينا، علشان في النهايه نقدر نخلي حياتنا احلى واهدى واروق كده. لكن هنطلع فاصل سريع ونرجع لحضراتكم تاني. رجعنا لكم مره تانيه ولسه مكملين معاكم حلقتنا. وصلنا دلوقتي لاستوديو الحبيب. هنروح من القصه بتاعت الطاقه ونروح بقى شويه نتكلم عن الاهلي. معانا في الاستوديو التحليلي النهارده صخره دفاع النادي الاهلي في التسعينات، واحد من اهم ابرز نجوم الفانيلا الحمراء، راح بطولات كتير وجاب بطولات كتير مع الاهلي، انتقل للاهلي من غزل المحله. معانا ومنورنا كابتن عمرو الحديدي نجم الاهلي السابق، واللي هيكلمنا الحقيقه عن مباراه الاهلي والبنك الاهلي امبارح، وكمان مشوار الاهلي في كاس العالم للانديه بقياده مارسيل كولر. برحب بيك يا كابتن، منورنا في قناه النادي الاهلي في الحريفه تحديدا. ربنا يكرمك. خلينا نبتدي بثلاثيه الزمالك. مكسب الاهلي على الزمالك. بص اقول لك على حاجه، الفتره اللي كان كولر جه فيها الراجل في اي مؤتمر صحفي كان بيتكلم ان الناس كلها بتقول له الملف بتاع السوبر، اول ست اسابيع تواجد كلموا على ملف السوبر، قال لهم انا بمشي بخطوات ملف كل مباراه على حده. الراجل استفادت مباراه سموحه، بروفت مباراه الزمالك، تاييدا لامكانيات الراجل في مباراه البنك الاهلي، اختار ثلاث حاجات او سبع ثمان حاجات هو حققهم بالفعل. ثقه كولر في كم الاصابات اللي ظهرت له وهو موجود، بعد ما هو اقتنع وثبت شكل تشكيل ابتدى يعيد حساباته، ما حسس الناس ان القماشه ما ينفعش يطلع منها لعيبه كتير، بدا من الاول زي ما بيقولوا. بالظبط. تثبيت طريقه اللعب، وهو اقنع الناس كلها على الشكل العام للرؤيه 4-2-3-1، وهو شغال بيشتغل 4-1-4-1، وادى مهام زي ما بيقولوا عليه شادو سترايكر، الفرود الخفي، انا بسميه الفرود المزيف الذكي، اللي هو مثلا زي الناس كلها عارفه ان الفرود اللي موجود هيبقى ما بين شادي ما بين شريف، بقى كهربا قبليه كان بيرستاو. صح. ابتدى يعمل روتيشن، عبد القادر لو دخل جوه كهربا يغطي مكانه، لو قفشه دخل جوه كهربا يغطي مكانه، ما بيناش حاسين. اللعيبه كلها فهمت الدرس ان هو تكتيكيا من الشوط الاولاني ازاي ابقى موجود تحت الكوره، ازاي اشتغل كتله واحده. ارتفاع مستوى الاداء الجماعي والفردي، الجماعيه اللي احنا شفناها، الفرديه وهي دي بقى لازم تتقل الناس بالترتيب. محمد هاني، حسين الشحات، ذكائه في بس الثقه لرامي ربيعه، رغم ان الاعلام والميديا قالوا ان رامي احتمال ينتقل وفي ناس ابتدت تتكلم معاه من رؤساء انديه، حط حته معينه ثبت فيها الشكل. فكره ودهائه ان الراجل الخفي هو حمدي فتحي وليس قفشه ولا حسين الشحات، ادى لكل واحد مهام يشتغل بيها. خامس حاجه، ارتفاع مستوى البدني للعيبه النادي الاهلي. بقى باين عندنا اللعيبه بتدي الشغل قد ايه، واما بيقدرش بيشاور وبيحصل تغيير زي ما احنا شفنا، بياخد من اللعيبه اللي هو عايزه. يعني مثلا الناس بتقول له هو احمد عبد القادر مش فايق، قال لهم انا باخد منه الجزء اللي انا عايزه لمده 60-70 دقيقه
وانا مدي له اريحيه يشتغل المراوغه واحد على واحد. صح. بعد كده صفقات ظبطت التشكيل، ثبتت نمره واحد. كريستو هو القادم، الناس مستعجله عايزه تشوف المحترف. صحيح. احلى لقطه في الموضوع اعاد علي معلول معاه لمده معينه عشان يقول له مين هو كيان النادي الاهلي. هو جاي طبيعي عارف من انيس بوجلبان الشكل العام ازاي، هو ده الدور مش في الملعب بس، بره الملعب ازاي اتكلم شبل صغير اعرفه الكيان ده لا يقل عن فرق اوروبا. حضرتك شايف ان كريستو في اللي جاي هيبقى فارق جدا مع النادي الاهلي؟ لو رجعت بالزمن شويه كان النادي الاهلي ايمن والجزيه جاب امير سعيود. ما استعجلنا عليه عشان نشوفه في ورقه ما كملتش في النادي الاهلي. شفناه بعد كده في بطوله افريقيا. كريستو هو الصغير اللي هيتدلع على حس الكبار وهيبقى في يوم من الايام ركائز اساسيه لفريق النادي الاهلي. امكانياته، شكله، جرأته، شخصيته بتقول كده. اما قلت لحضرتك ضوابط التشكيل اللي دخلت بالصفقات، خالد عبد الفتاح طبعا. احنا الناس بنقول ممكن اجرب فيرويد، ممكن اجرب لعيب نص ملعب زي مروان، بس اجرب سيرد باك اول مره يجرب ماتش اهلي وزمالك اختبار صعب. صحيح. والماتش اللي بعديه اكافئ نفسي واقول له العب باك رايت واغير شكل اللعب للاجهاد اللي جه الكوكا واديته باك ليفت ونزلت فخري باك رايت. الموضوع هي دي وماشي للنادي الاهلي. انا بقولها هو مقص دار شاطر فصل اشيك بدله للنادي الاهلي باللعيبه اللي جايبها. الله. اللي هو حلوه الجمله قوي. حلوه الجمله. تاني الجمله يا كابتن. هو مقص دار اللي هو كولر. فصل احلى بدله للنادي الاهلي في الشخصيات اللي جايبها. الراجل بيقول في المؤتمر انا لو جبت زيه زي اللي عندي يبقى اللي عندي اولى. اجيب اللي بره يبقى في فرق بينه وبين اللي عندي. ما هو اللي هيجي من بره في فرق هيضيف، فهيحصل عدوى من اللعيب المصري للعيب المحترف اللي جاي فانا هقلده. الناس بصت بعين وعين، هو هيبقى اللي جاي زي برونو سافيو؟ لعيب كويس بس كلمه برازيل حطت له تحت اسمه 100 خط. 100 خط تحت ضغط معين كمان مستنيين منه حاجه معينه. مصطفى ميسي انت مستعجل من الميديا ومن اللي حواليك، ده انت جاي وانت نجم، اصبر هتجيلك. شادي زي ما شريف صبر وجات له في ماتشين 3 اهداف، كافئ نفسه اولا، كافئ المدير الفني ثانيا. انت يا شادي فيرود كويس. انا راجل سيرد باك بحس فيرود كويس. صح. بيجيد العاب الهوا، بيجيب اللعب برجليك الاثنين. عندك من بس هي النادي الاهلي بيقول كلمتين، اللي يجي جوه يبقى نجم عشان يخش كيان النجوميه، اللي بيجي من بره يبقى نجم فيخش جوه عشان يكمل كيان النجوميه. انت مستعجل اصبر، ما تستعجلش، ما تطلبش انك تطلع اعاره ولا تروح في حته. ايامك جايه، ممكن في ماتش واحد تجيب جون واتنين تغير المفهوم. طبعا هي وهي دي الكوره. يعني زي ما حضرتك بتقول المثال بتاع محمد شريف، محمد شريف يمكن كم الضغط اللي كان عليه حتى هو نفسيا اعتقد ان هو ما كانش متاكد انه هيقدر يرجع بالقوه دي ماتش اهلي وزمالك يجيب جونين ولا اروع. الجون الثالث كان يعني انا هقول لهند انا كنت متوقع ان انا هعمل على الفريق الهدف رقم 50 فجبت ال 51. هخش اغير الرقم واشيل الصفر احط واحد. انت مقتنع فمركز. الراجل امبارح في المؤتمر انا قلت الكلام ده في احد القنوات المرئيه ومسموعه 4 حاجات. الراجل وهو بيتكلم قال انا جات لي فكره مجنونه ان انا العب كهربا. فسالت الجهاز الفني المعاون ليا، هو كهربا لعب فيرويد قبل كده؟ قبل ما نقول وجهه نظر كهربا او قبل ما نقول كفاءه كولر لكهربا وكفاءه كهربا والرد الجميل لكولر، ياسين ميكيري محلل الاداء اللي كان مع كهربا في سويسرا هيكون هو بعث النبض للراجل اكتر من المساعدين، اذا كان كابتن سيد كمدير الكره ولا كابتن سامي امصام او ميشيل يانكون ايا كان. انت في الوقت ده وانت بتختار كهربا، هو لعب 63 دقيقه كافئك في مباراه سموحه والناس شككت، المنافسين شككوا في نقطه معينه، قالوا المساحات اللي كانت موجوده واستغلال الفرص وعدم تالق الهاني سليمان هو اللي علق اسم كهربا. طب ما نغير بقى الكلام. ماتش الزمالك راجل بيتحرك صح، ربط بينه وبين حمدي صح، ثرو باس اكثر من رائع لحسين الشحات ونعمل لحسين شابوه الفتره انت طبعا. بتزيد عشان الناس برضو كانت مشككه، فالناس بدل ما هتحاربك كرويا بتهدي فيكي نفسيا. الكلام السوشيال ميديا، لا النادي الاهلي ما بيتهدش.
النادي الاهلي ما عندوش الضغائن والاحقاد للغير، انا ماشي وماليش دعوه باللي دور حواليا. مش عايز اقول المثل اللي بيتقال على الجمله دي، بس هي انا ماشي وماليش دعوه بحد. الراجل امبارح رد في احلى تصريح ليه يهدي كل اجواء الوسط الرياضي. انت توعي جماهير الاهلي بايه؟ قال لهم هو اللي قبلي وعد هيعمل ايه؟ صح، انا مسافر، اول ما اوصل المغرب افكر في اوكلاند. لا ده من امبارح بعد ما فرحنا ان احنا نهينا 11 مباراه فوز واربعه تعادل، وصلت للنقطه 37، هاجل الدوري العام لغايه اما ارجع له زيه زي افريقيا، وهفكر في ال 11 ولا ال 12 يوم بتوع كاس العالم للانديه. هو ده كولر، شخصيه، متزن، اتكلم كويس، هو ده المشروع اللي الكابتن محمود الخطيب اتراهن عليه. مظبوط مظبوط، والحقيقه هو مشروع ناجح يعني. دي حقيقه. بما اننا اتكلمنا عن الصفقات خالد عبد الفتاح وكريستو، عايزين نتكلم عن مروان عطيه. هقول لك على حاجه، اللعيب بينهي الكلام. انت عايز تروح النادي الاهلي؟ رغبتك؟ خلاص ما تدوريش بعد كده. هو ده شخصيه النادي الاهلي. انا ما جيت النادي الاهلي مع كابتن صالح في بيت الكابتن صالح وانا بوقع، قال لي انت هتمضي ببلاش، قلت له اتمنى اوقع النادي الاهلي ولو في العمر عمر، انت بتتكلم في 5 6 سنين، لو في العمر عمر اكتب، بس انا مش عارف. انت مقتنعه، بتحبي، حاسه ان المكان ده هو ده اللي هيرضي طموحك وهيحقق لك احلامك، ما تتردديش لحظه. هو مروان شكل النادي الاهلي. بص الرياكشن بعد ما كهربا جاب الجون، الدكه كلها راحت له، اولهم شريف وشادي وكهربا وكريستو. امبارح اول ما عمل الجون هو مروان، شوف التألق وهو بيحضن محمد شريف. لو انا هغيب اغيب اغيب وما هدفش وهدف اهلي وزمالك، التاريخ ما بيتنسيش. طبعا انا موافق. طبعا هي مباراه اهم. خلينا نروح من الاهلي وكولر واللعيبه ونروح لغزل المحله والزمالك. اتفرجت على الماتش ده طبعا. انت مصممه جايبه الناديين برضو؟ بنتكلم عن المشهد الكروي. لا احنا بنهدي الاجواء. وبما ان حضرتك كنت في يوم من الايام لاعب في غزل المحله، فعايزك تقول لي فنيا شفت المباراه دي ازاي؟ بصي، كل مدير فني بيشتغل في المحاضره بتاعته بيقول حاجتين، الحاجه الاولى لو ما كسبتش ما اخسرش، والحاجه الثانيه لو حققت المكسب انا عملت اعلى تارجت كنت ما مش هحلم ان انا اوصله. عبد الباقي جمال عايز يقول اللي هو وضعه هو وبابا فاصيليو المدير الفني الاجنبي، انا هكمله على قد الامكانيات، بيتي القديم غزل المحله، على قد الامكانيات وعلى قد الالفه الموجوده او التوليفه بتاعت اللعيبه، هم لعبوا على قد امكانياتهم، احترموا نادي الزمالك، ضغطوا في فكرهم خساره نادي الزمالك من نادي الاهلي المباراه اللي قبلها بثلاث ايام، استغلوا ان الفرصه اللي جت مش هتتكرر تاني، فالفرصتين اللي جم بجونين. مدير فني ذكي استعمل اخطاء والفجوه اللي بتبقى ما بين السرد باكين في نادي الزمالك، اللي ما بين حسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني او سيد نيمار او شيفو، ايا كان الثغرات اللي بتبقى خلف خط الظهر. الفرصتين او السروهين اللي اتلعبوا هم اللي جم جونين. ماتشات اهلي وزمالك، ماتشات محله وزمالك، ماتشات محله واهلي، بتوصل لدرجه تركيز اكثر من 150%، ان هو ده الماتش بيطلع ثلاث حاجات: نجوميه اللاعب لو مدافع او فيرود بيحرز اهداف، المراقبه للنجم اللي انت بتلعب عليه اذا كان في اهلي ولا في زمالك فبيوصلك في حته ان النظر ليك، عرض لاسمك للانديه الكبيره اهلي وزمالك وفيوتشر وبيراميدز وفاركو، الاسماء والاتحاد، الفرق اللي عايزه تعمل انتقالات خلال الموسم او في نهايه الموسم. فده ذكاء نقول عليه. طبعا نقول عليه ذكاء. انت هتتكلم في الحته دي في طمع نفسي لنفسي، ثم المعاونه الجماعيه للاسم المكان. اسم المكان هو غزل المحله، خرج بالثلاثه بونت، انت مش متخيله من امبارح هيعملوا ايه. انا عارف عشان انا عشت ده. مش متخيله هيعملوا ايه. المدرب الذكي هو فحر اسمه عبد الباقي جمال، اما هيقولوا المحله فاز على الزمالك هيقول المدير الفني عبد الباقي جمال. صح، هتتقال كده، التاريخ هيقول كده. صح، فهو الراجل حقق حاجتين: ثقته في لعيبته وعلى قد امكانياته وعلى قد امكانيات لعيبته، احترم الخصم وخرج من مباراه لبر الامام بثلاثه بوينت ولعب ماتش حلو. خلينا نرجع، انت شوط كامل مضغوط قدر يصمد
بعد ما دخل فيه ضربة الجزاء في الشوط الثاني كمل المباراة ان هو يقدر يوصل للدقيقة 49 وهو 2-1. مظبوط. نرجع للاهلي تاني. تمام خلاص ماشي. وعايزين نتكلم بالسلامه ونتكلم عن مواجهه امبارح الاهلي مع البنك الاهلي وفوزه ب1-0. شفت الماتش ازاي؟ هقول لك على حاجه، هي مش موضوع شفناه ازاي، الناس كلها شافته ان الراجل بيطمن على كل لعيبته. بالظبط صح. بيريح محمد هاني، بيطمن على حسين. مش عايز اقول تجربه، لو النادي الاهلي تجربه يبقى انا دخلت اعلى انواع الجامعات. جامعه كبيره لو هي تجربه، ما هي التجربه في مين؟ في اعلى مستوى رياضي افريقي عربي بقى عالمي، بقينا من ضمن العالمين ان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي. اما بتجيبي اي ضيف اجنبي بيقول لك احنا عارفين النادي الاهلي بكيانه والاسطوره اللي موجوده جواه كابتن محمود الخطيب. انت في الوقت ده، هرجع للقطه الناس لازم تعرفها، كوكا اما لعيبه محدش بص ان قبليها بماتشين في مباراه سموحه كان واقف بعد المباراه بيتكلم معاه هو ومصطفى ميسي، ده ذكاء نفسي ان انا بتعامل مع اللعيب بتاعي وبهيئه للي جاي، فما هيئه لعيبه ماتش البنك ادي واحد، واما حس ان هيبقى ابتدى عنده اجهاد نتيجه الضغط العصبي اما غيره عشان يبقى مطمئن عليه وهو مسافر. اوكي. اما جرب خالد الروتيشن الغريب بقى، سيرد باك باك رايت باك ليفت كله في وقت واحد، اما اديته مان اوف ذا ماتش لو هو ما خدهاش ياخدها مروان، ولو ما خدهاش الو ديانج ياخدها حمدي فتحي في ماتش الزمالك، ولو ما خدهاش حمدي ياخدها خالد. انت بتكلمي انت عندك حيره في كل ماتش، هدي مانو في ذا ماتش لمين؟ ادي ثلاثه. أيوة ادي اثنين. ما انا عارف ان الاثنين المسافات قريبه، المسافات قريبه. يعني انت ممكن ما تديش مان اوف ذا ماتش للشناوي عشان 90 دقيقه ما راحتلوش حاجه؟ لا، ما هو الشناوي مش دوره بس يبقى تحت ثلاث خشبات، دوره للمجموعه اللي قدامه كلها يبقى مفوقها. بنبقى سامعين كلنا طبعا موجودين في الملعب. يعني جربتي كوكا، جربتي خالد، جربتي نص الملعب لمروان من البدايه، يبقى انا كان عندي ذكاء، اطمنت على مروان واديته جزء في مباراه الزمالك فهيئته لمباراه البنك. خالد بقى جزء من الكيان وسبب حيره للراجل، اما تيجي تدور باك رايت ولا باك ليفت بقى عندك اللي يحل لك اللغز، اللاعب الجوكر اللي يقدر ينفذ لك اللي انت عايزه. اطمنت على عمرو السوليه بعد الاصابه، دخلته في الجيم عشان تديله الاحساس، هو التمرين يزود بدني بس شكلا، اما احساس الماتشات حاجه تانية. فني دخل بقى في حته تانية يطمن عليه. دخلت كل اللعيبه حتى لو 3 او 4 دقائق اللي مثلا شادي، انت دخلت خدت الاحساس، الاحساس من بره شيء والاحساس جوه البساط الاخضر شيء ثاني. طبعا صح مظبوط. نروح بقى للحدث الاكبر واللي بنستناه بعد حوالي 6 ايام، كاس العالم ومشاركه الاهلي في كاس العالم، ممكن نتكلم عن اول مباراه الاهلي واوكلاند سيتي. كاس العالم للانديه، الاهلي لكذا مره بيبقى موجود. الناس عايزه تفسد فرحه ان النادي الاهلي مسافر يلعب كاس العالم للانديه. وما بتيجي تتكلمي وتجيبي نقاد ما لهمش دعوه بالكوره يكلمك هما مين الاسماء دي، هي ايه الفرق دي ما نعرفهاش، هي ريال مدريد دي مش معروفه، ما حدش يعرفها، مش واصله لاي حد. يا عم خليك في نفسك، خليك انت وتفرج بس. يعني انا بس لا هقول لك انا عايزك تبقى زي، لا انا عايزك تيجي زي، عايزك تيجي جنبي، عايزك نبقى احنا الاثنين هناك. نبقى موجودين ايا كان، ايا كان فرقه، انا ما بتكلمش على فرقه بشكلها وبعينها. النادي الاهلي بيحقق لك، والناس زعلت في السوشيال ميديا، انا كنت كاتب لو النادي الاهلي حب ومجلس ادارته ياخد قرار لسداد غرام الكهرباء، احنا ال 70 مليون ناخد جنيه، ندفع ال 70 مليون جنيه الكهرباء. الناس زعلت وقالوا ازاي يقول كده، هو النادي الاهلي ما بيزيدش على لعيبته؟ وبالبلدي باللغه البلدي ما بيشحتش على لعيبته. بس انا قلت اللي انا حاسه وانا موجود، شفت في النادي الاهلي ال 120 و 130 الف، الراجل الكبير والست الكبيره والطفل الصغير بينتمي. فواحد قال لي هو مين قال لك ان هم 70؟ احنا 105. طب هات لي ال 100 مليون وال 105 مليون، اما بتيجي تقول له وانت صغير تطلع زي مين؟ دلوقتي بيقول لك زي صلاح، بس لو رجعت بالزمن يقول لك يا كابتن محمود الخطيب يا ابو تريكه. ما بيقولكش حد تاني، ما بيقولكش اسماء تانيه، هو شايف ان هم دول الرموز لكره القدم. اي حد بتكلميه كبير صغير ست راجل يقول لك كابتن محمود، يعني النادي الاهلي. دي حقيقة. انت بالنسبه لك
احنا بينا 100 مليون بعد ماتش الزمالك رحنا ال 100 مليون ما بينا ال 70. فانت زعلت من الجمله دي؟ انا بحب النادي الاهلي. لحم اكتاف عمرو الحديدي من خير النادي الاهلي، فانت لما تيجي تتكلم انا بتكلم باللي انا حاسه. انت خدت الجزء اللي انت عايز هتعمل عليه بروباجندا، عايز تعمل عليه فيلم، بس الفيلم خلاص سقط ما لحقش يكمل يعني. في النهايه حضرتك لما قلت ده اكيد من قبل ما تبقى لاعب اكيد حضرتك من جمهور النادي الاهلي، خلينا نقول، ونفسك انه النادي الاهلي ما يبقاش فيه ولا ازمه، لكن خلينا نقول برضو انه ان شاء الله يا رب ازمه كهربا. ان شاء الله كهربا. كهربا هو اللي عمل ازمه. كهربا مش كهربا. كهربا اللي عمل الازمه. لا هو عمل الازمه في ايه؟ في امكانياته. صح. في صموده، في تركيزه. هو سكت طول 6 شهور ما اتكلمش، ما عملش مشاكل، نزل في الملعب 457 يوم وحقق معادله يتمناها الخواجه، يتمناها النادي الاهلي. صعبها اكتر اما فيتوريا قال لك حلوا مشكله الراجل ده، انا لازم اضمه منتخب مصر. الناس زعلت اما انا سميته كاكا الكره المصريه. هي هو كهربا، فولت عالي وكهربا واضاء مصر كلها في مباراه الزمالك، وهو برده نجم كبير وفي بيته اللي هو اتربى فيه في الناشئين، وهو عارف هو بيعمل ايه. احنا بنساند عشان هو بيحب بيته، واحنا من جوه البيت ده فبنحب الكيان ده، فبنخلص للمكان ده باي شكل. فهم يعني ايه، احنا بنتفرج، قلدونا وتبقوا زينا ان شاء الله. لا 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 مش حد يقدر يبقى زينا صراحه. ان شاء الله. طيب انا عايزه اسال حضرتك، احنا اول ماتش قلنا هنبقى اوكلاند سيتي، شايف احنا ان شاء الله بتوقعاتك كده هنروح لفين، هنوصل لفين؟ بص، المباراه الاوليه بتاعت الافتتاحيه دي بقى ليها شكل مختلف. بتديكي دفعه لباقي المباريات. بالظبط. الماتش ده انا متاكد ان الراجل هيلعبه باسلوب من النهارده، هتلاقي كولر بيذاكر، هو ده المدرب النادي، دي حقيقه، بيشتغل على الماتشات على مدار اوكلاند سيتي، على مدار كاس العالم السنين الماضيه. بيشتغل وبينقي نقاط الضعف وبيشتغل عليها وبيعليها في نقاط القوه عنده. بيشتغل باسلوب المحاضر المعلم الذكي. انا بشتغل المحاضره اللي انا محضر لها الشغل، بشرحها لعيبتي وبسهلها بطريقتي. اسلوب لعيبتي احنا في ثقه ما بيننا، مش بتاعت يوم وليله. والاهم يا اميره دي لازم الناس تعرفها، دكتور خالد معتز الجوادي الراجل اللي بيترجم بشوش، بيترجم بكل كلمه بدون زياده او نقصان، يعني المنظومه كلها للصالح العام. انا احد افراد المنظومه الفنيه لترجمه كلام الخواجه ونقل كلام اللعيبه للخواجه. الكلام ده صعب. صعب. ان الراجل بيسمع، من ذكاء الراجل في المؤتمر سالوه 7-8 اسئله امبارح. انت بصي بقى عشان تخلي الفرحه بعد الثلاثة بونت تبقى مؤجله، هو انت لسه مصمم ان اخر ميعاد يوم 28 هتجيب الفيرويد؟ هو الفيرويد ده فين؟ هو الكابتن امير توفيق خد قرار ولا لسه؟ هو موليكا ولا حد تاني؟ هو امكانيات النادي الاهلي والاصابات هتبقى جاهزه عشان السفر؟ بيدور على اجنده النادي الاهلي. مين رايح فين؟ يا عم مالكش دعوه، هو الراجل ادرى. الراجل وصل لك ان ثقه كولر في لعيبته، ان الاهلي كان عنده مستشفى. بيقلل منها عدد المصابين. دي حقيقة. انت مصمم انك تسال ان المستشفى دي كامله ولا لا؟ سيبه هو ادرى. في ربط ما بين كولر والدكتور اشرف، في ربط ما بين كولر والدكتور خالد، في ربط ما بين كولر والكابتن سيد. حقيقة. في ربط ما بين كولر واللعيبه، واهم حاجه كابتن محمود مديله الصلاحيات، مفتاح، اعمل اللي انت عايزه، انت المشروع اللي انا اتراهنت عليه. هو قده صراحه. بس يعني اخر سؤال عايز اسال حضرتك عنه، خايف منك من الاسئله دي. لا لا، ده سؤال هادي شويه. هل شايف انه الاهلي لسه محتاج مهاجم بعد الاداء اللي شفناه، بعد الروتيشنز وزي ما حضرتك بتقول تغيير اماكن لعيبه، وشفنا اداء ما شاء الله. انت دخلت شريف في التهديف اللي هو كان محروم منه فتره، وفي الطريق شادي كهربا تاني، شادي سترايكر مش سترايكر صريح. صح. اذا كان هو ولا تاو، يعني انت امبارح الراجل مدي التاو امبارح عشان يطمن عليه، مدي المتولي عشان يطمن عليه، ده ذكاء مدرب. طبعا. رغم طبعا. ان المباراه، في حد يقول ان بعد مباراه الزمالك تغير 6 لعيبه في الملعب؟ انا واثق في القماشه اللي انا بشتغل بيها. فانت بالنسبه لك مهما هتقنعي الناس، انت عايزه فرود من انصاف الفرص، من اقل فرصه يجيب جول. طبعا. يعني الاهلي لسه لازم فرود. لازم حته خط الظهر رامي قفلها. تحب تقول ايه اخيرا لجمهور الاهلي وكمان للاعيبه ان شاء الله رايحين كاس العالم؟
لو لقبوا البارون مش لكولر يلقبوه لجماهير النادي الاهلي. الله الله. اصل انا من جماهير النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هو المساند وعمره ما كان المعاند، بيساند في الحلوه والمره، بيقف جنبك لما لا نهايه. هو اكسير الحياه، هو اللي بيدي النبض والاحساس النفسي والمعنوي والمادي للعيبه. مظبوط. النادي الاهلي عمل مانويل جوزيه. النادي الاهلي بيعمل اسماء لعيبه. صح. بيعمل اسماء مدربين، بيشهر ناس كتير. اقل حاجه للكيان ده ان احنا نخلص له، عشان هو بيبادلنا نفس الاخلاص. هو طول عمره مخلص، فما بيقولش اي حاجه، ما بيعرضش مساوئ. طول عمرنا الاوضه بتاعتنا مقفوله، اوضه اللبس مقفوله علينا، ما خرجتش برانا. اكره الباب اتفتحت، احنا مولودين من جداد، واحنا داخلين بنعاتب على اللي فات. احنا مولودين وبنعاتب على اللي فات، ما بيخرجش برانا. ما عندناش حد ما بيشتغلش لصالح الكيان، ما عندناش حد ما بيقولش حاجه عكس المتبع عليه. تربيه وتعليم، احنا بنتربى في النادي الاهلي رياضيا سلوكيا لحياتنا الخاصه. تعليم انك نجم وسط كيان كبير اسمه النادي الاهلي. صح. يمكن من كلام حضرتك، يمكن احنا عندنا كابتن محمود الخطيب، من كلام حضرتك ان احنا عندنا غرف المغلقه، وده مهم جدا. انت عمر ما رئيس النادي هيطلع يتكلم عن لاعب عنده ويقول اللعيب اللي عندي بيعمل كذا وبيعمل كذا، وهو ده الحقيقه اللي بيفرق النادي الاهلي عن باقي الانديه. حضرتك نورتنا، وانا اتنورنا تاني ان شاء الله بعد ما النادي الاهلي كده في اول ماتش نجيب نتيجه كويسه. بتقول ايه؟ كابتن خطيب والنادي الاهلي باسمه لرموزه لغايه دلوقتي بيكرم محمد عبوايب رحمه الله عليه، الله يرحمه، ووالدته والناس كلها. محمد عمره ما اتنسى، هو موجود في قلوبنا باللي احنا شفناه وهنشوفه. صح. وهي هو النادي الاهلي بقيم ومبادئه. حضرتك نورتنا وبشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. شكرا. شكرا يا اميره. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم حلقتنا، استنونا. ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم فقراتنا. وصلنا معاكم دلوقتي لفقره الستات بتلعبها صح. خلصنا كلام في الكوره وهنرجع معاكم تاني لموضوع حلقتنا اللي هو الطاقه. معانا ونورنا في الستات بتلعبها صح خبيره الطاقه الدكتوره سهى عيد، واللي هتكلمنا عن علم الطاقه وكل حاجه بيتدخل فيها، سواء المكان او الاشخاص او السوشيال ميديا او طاقتنا احنا وجسمنا وحاجات تانيه كتير. اهلا بيك يا دكتور. يا اهلا بيك. يا منورانا. منورانا والوانك منورانا. طاقه حلوه. في طاقه دخلت علينا. في انرجي كده، طاقه حلوه. اول حاجه كده عايزين نعرف الناس بمنتهى البساطه كده، يعني ايه علم الطاقه؟ هو انا متخصصه في حاجه صغيره بس مهمه وكبيره، هي طاقه المكان. ازاي يكون عندنا بيت وشه حلو علينا وعتبته حلوه ونشوف الخير والسعاده عليه. فهو طاقه المكان او الفانشوي علم صيني. أيوة. قديم يعني من آلاف السنين، وكان معروف في الحضارة المصرية القديمة والهندية، بتهتم بمسارات الطاقة الغير مرئية في المكان. علشان يبقى المحل ده عتبته حلوة وأدمه حلو والبيت ده يكون بيت سعيد وكله أخبار سعيد. يعني ده حقيقي انه في حاجه اسمها عتبه حلوه او مكان ريحه حلو ومكان ريحه لا ايتم ولا مش عارفه المكان ده مش لا ما هو بقى احنا بنقوله كده في حياتنا او في ثقافتنا الشرقيه، ولكن هو يعني منظمه كبيره جدا، المنظمه العالميه للفونشوي مقرها هونغ كونغ. في ناس زيي من يعني انا يمكن انا العربيه والمصريه الوحيده العضوة في هذه المؤسسه العملاقه الكبيره قوي في العالم، وفي بقى في اليابان ومن المانيا ومن انجلترا ومن كل انحاء العالم. ازاي نقدر نخلي البيت او المكان اللي انا فيه او اعرف اذا كان المكان ده طاقته كويسه او مش كويسه؟ دي بتتبع حاجات كتير قوي، الالوان، تنظيم المكان، بتتبع منظومه كبيره قوي، مسارات الكهرباء في البيت، بتتبع التهويه والمنافس، الهواء والشمس جايه منين، بتتبع كمان حاجات خاصة بالإنشائي بتاع المكان. فين مكان المطبخ، فين مكان التلفزيون، فين مكان غرفة الجلوس، فين مكان أوضة النوم، حاجات كده منظومة لذيذة قوي. ولكن إحنا عشان المشاهدين نعرفهم نعمل إيه، فدي حاجة بتتبع مثلا زي ما بنقول الألوان. إحنا ربنا خلقنا من طين، فحلوة قوي الألوان الفخارية، الحجرية، البيج، الأوف وايت، الألوان اللي هي الهادية
اللي هي تعبر عن الهدوء النفسي، لان انا مش عايزه اخش بيتي الاقي باليته الوان والاقي مثلا ورق حائط مشجر وعلى مقلم على وزحمه وكده، فده بيعمل للناس الموجودين في البيت طاقه بصريه مزعجه. حتى لو ده ذوقهم؟ بصي، ما هو حتى لو ذوقهم، هو ذوقهم غلط فهتبقى الحياه معاهم غلط، تمام؟ لكن احنا نعلمهم يبقى ذوقهم صح. طيب بالنسبه لفرش البيت، يعني عرفت كده ان المفروض العفش يبقى على شكل ال شيب، بيبقى فيه مشاكل في المرايات انها تبقى مش عارفه قدام السرير، يعني كلمينا اكتر عن الاثاث. يعني لو خدنا مثلا هنا كمثال، يعني احنا لو خدنا مثلا مثال الناس اللي بتنام بطريقه غلط وفي مكان غلط وبتبقى عندها عدم استقرار في حياتها وعدم نجاح وعدم انجاز، هتلاقي معظم الناس دي ما بيجيلهاش راحه نفسيه في النوم وعمق في النوم، لان في مثل صيني قديم يقول ايه، نام مرتاح ياتيك النجاح. فازاي تنام مرتاح؟ ان انت مثلا لما تكون نايم على سريرك ما يبقاش الباب بتاع الحمام او باب اوضه النوم في وشك مباشره. واحنا قديما اجدادنا كانوا بيقولوا ايه، مجرح. الحاجه الثانيه ان انا ما نمشي بقى وورايا الحائط المشترك مع مواسير الميه، يعني حمام ما اكونش نايمه ورايا الحمام مباشره، وده غلط. يعني ممكن يكون حمام غرفه اخرى او حمام مثلا بتاع غرفه النوم ما يكونش ورا راسي مباشرة. لأن في مواسير مية ومعروفة أن مواسير المياه متحركة باستمرار حتى لو قافلين الحنفية، فدي برضو بتعمل عدم استقرار وبتعمل مشاكل كتير قوي للزوجين في النومة دي. حاجة الثالثة كمان والمهمة جدا، أن احنا دلوقتي بقت موضة الدولاب يبقى كله مرايات من بره. يعني ده غلط. زمان كنت تلاقي الدولاب ايه، تفتحي درفة الدولاب تلاقي المراية جوه، صح؟ تمام، تقفلي تلاقي معمول كده ديزاين حلو، خشب، قايمة نظيفة، نقشة حلوة، فده جمال الشغل الخشب. لكن دلوقتي بقى عندنا النجار مش شاطر فيروح ملزق لك مراية على وش الدولاب ونامي تلاقي نفسك قاعده مش عارفه تنامي. طب الازاز يعني الترانسبيرنت اللي بيروح، الترانسبيرنت حلو بس ما يكونش يعني ان هو يبقى الدولاب شايف انا بطن الدولاب من جوه. يعني الحاجات حتى لو الحاجه مترتبه، يعني لو مترتب هيبقى حلو، ولكن المشكله كلها حتى لو مترتب هتحسي بازعاج، انت عايزه تشوفي حاجه مصمطه وحاجه هاديه. فدي من الحاجات، يعني انا بنصح انك ممكن تحطي ستاره جوه عشان ما تشوفيش المنظر اللي هو حتى لو مش مترتب بس حاجات كتير. اوكي. المرايه المفروض تكون فين؟ المرايه تكون في الجيم، تمام، عشان تديكي طاقه حركيه وقوه، وغير مناسبه لطاقه النوم والهدوء والارتياح للسبكونشس او العقل الباطن. المرايه ممكن تلاقيها في النايت كلوبس والحاجات اللي فيها فرفشه وحركه كتير ورقص وكده، لكن ما تكونش في غرفه النوم. سلام على المرايه بقى لما تبقى في وش السرير. ودي برضو غلط، يعني كتير قوي بتحصل. طيب بس برضو يعني خلينا نقول ان كل واحد بيبقى عنده اوضه منفصله، فصعب قوي ان انا احط المرايه بره ومش عارفه ايه جوه. لو انا اوضتي عملت كل حضرتك بتقولي عليه وعايزه احط المرايه في مكان ما في الاوضه، احطها فين اكتر مكان صح؟ حلو السؤال قوي ده. بحط المرايه في المكان اللي هو نقدر نقول ان انا وانا نايمه ما اشوفش انعكاس جسدي فيها اثناء ما انا نايمه. يعني انا حطيت جسمي على السرير وابص كده واشوف حواليا كده، هل انا شايفه السرير من احد المرايات اللي موجوده ولا لا؟ لو مش شايفاه يبقى كويس قوي، ممكن تكون السراحه على جنب، ممكن تكون على الجنب التاني، ولكن ما اشوفش نفسي فيه. الحاجه الرابعه برضو في غرفه النوم اني ما نمش ورايا الشباك. الشباك الطبيعي انه يكون يميني او يساري وليس خلفي، فبرضو من الاخطاء الشائعه والشاسعه ان السرير فوق الشباك. بالظبط، بيعمل حركه مقلقه وبيخلي الانسان غير ناجح في حياته وغير مستقر في عمله ودايما عنده كده. يعني ده بيأثر على الحياه مش بس على عدم راحتك في البيت. حقيقة. طب انا عايزه اسال حضرتك يا دكتور، دايما برضو الناس تقول لك ايه، انا محسوده، انا عندي مشاكل كتير في حياتي، هل ده ممكن نربطه برضو بخطوات في الحاجات اللي احنا بنعملها في البيت؟ يعني ممكن اعمل حاجات تخلي طاقة البيت حلوة، تخلي الموضوع يقلل الحسد، يعني أسمع الملح، يعني كلمينا بقى عن الحاجات اللي كلنا بنعاني منها دي. يعني في حاجات كتير هي بتبدأ من بني آدم الشخص نفسه، يعني أنت لو قدرت بقى تقول إن أنا محسود 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 هيركبك الحسد، هيلبسك الحسد. دي حقيقة. لكن لو ما أنت عندك ثقة بنفسك عن طريق ديكورات مكانك اللي بتديك قوة
وثقة بالنفس هتلاقي نفسك ان انت اركز اكتر ومش هيأثر عليك اي حاجة. فدي برضو بتتبع الطاقة الايه اللي مش كويسة. احنا عندنا حاجتين مهمين قوي في البيت بنعملهم لما يكون عندنا مثلا ضيوف او يكون عندك مثلا بارتي او حفلة او حاجة زي كده او حتى ما عندكيش. اول حاجة ان احنا بنمسح البيت بمية وملح زي المعتقدات الشرقية القديمة. دي حقيقة. ده الطبيعي. ودي ليها اصل علمي على فكرة، لان احنا مثلا ما بنيجي نمد الكهرباء والحاجات دي كلها بنعمل حاجة اسمها تأريض او ايرث. تمام. فبنحفر تحت المبنى ومن مترين ثلاث امتار كده كتير ونبتدي نحط ملح خشن عشان نسحب الكهرباء الزيادة. نفس الكونسبت اللي هو كان جدتي وجدتك كانوا بيعملوه، نمسح البيت بمية وملح مع فتح الشبابيك هنلاقي الدنيا ايه هديت وبقت افضل. ممكن نحط ملح خشن في الاركان. لو انا عندي باركي وخايفة على مسح الخشب يبوظ يبقى انا اقدر احط كوباية ملح كده ومية في الركن او ارش شوية ملح في الاركان. وبيتلم برضو دكتور ما بيتسابش صح؟ يعني ممكن يتلم طبعا. وممكن ترشيه رش عادي. وليه في الاركان؟ لان الزوايا التقاء الحوائط مع بعض، الزوايا الحادة دي مركز تجمع الطاقات السلبية. يعني ايه؟ دايما تلاقي عندك في الركن كده شعر، تلاقي تراب، تلاقي عفارة، تلاقي حاجات كده مش لطيفة. ليه؟ لانها تجذب هذه الاشياء الطاقات السلبية وتردها عليك. فعشان كده بأفضل حاجة ان احنا دايما الاركان الابواس بنحط فازة حلوة نقفل بيها الركن. نحط شوية ملح لو احنا مش قادرين ان احنا نقفل الركن وهكذا. فدي من الحاجات على فكرة البرنامج اسمه الحريفة وانا حريفة في شغلي. لا حريفة طبعا. طب بالنسبة برضو للحسد دايما الناس تحب تحط لون ازرق العين الحاجات دي بقى ايه؟ يعني مثلا انتي ساعات كتير قوي الكريستال ده حاجة مهمة جدا جدا في البيوت. ودي الكريستال؟ حقيقة. ليه بقى نجفة كريستال حاجة كريستال ودايما تحاولي تنظفيها ما تخليهاش متربة معظم الوقت. يعني كل شهر تنظفيها او كل شهرين عشان تكون متلألئة. يعني تبرق. ليه؟ الكريستال معروف او الازاز العموم حتى لو الازاز او الكريستال بيبقى فيه انشطارات تحسي كده فيه شطرات حواليه. الانكسارات دي لما بيجي مسار طاقة غير مرئي سلبي على الأشخاص أو على المكان بيفتته، فما بيكونش قوي يقدر إن هو يعمل حاجات مش كويسة لأهل البيت، فبالتالي بيفتته وبيشتته. ودي حاجة حلوة. فتلاقي دايما رجل الأعمال كتير قوي بعض رجال الأعمال يعني بنصحهم طبعا وهم من غير ما اقول لهم ساعات بيحبوا الكريستال بيحطوه على مكتب من المكتب بتاعهم. لما يكون عندك مثلا حلو قوي ضيوف ويكون في كريستال نجفه كريستال، لما يكون عندك بارتي او ضيوف او ناس كتير موجوده ومش عايزه تركيز للطاقات على طول بعد ما يمشوا تمسحي المرايه. مهم قوي مسح المرايات عشان تزيلي اي اثر سلبي في المكان. دكتور اخر سؤال عايز اساله حضرتك، الالوان يمكن حضرتك كلمتي كمان عن الالوان. واحنا بما ان احنا في النادي الاهلي فاللون الاحمر يعني في ناس دايما بتقعد تقول لك ايه الاهلي اول ما بيلبس الاحمر بيكسب. طبعا. هل ده فعلا ده حقيقي؟ ده حقيقي. ده من حظه الحلو ان لونه احمر. عارفه ليه؟ نار على علم. فاهمه ازاي؟ احنا اللون الاحمر احنا دلوقتي السنه الصينيه بيحتفلوا بيها. اللي هي العلم اللي هو الفونغ شوي جاي من الصين اصلا كمان، لان هو فيه مكتوب دوكيومنتد حاجات مكتوبه عنه مقروء او معروفه من 4000 سنه. الحضاره المصريه كمان كان فيها فونغ شوي بس ما وصلناش حاجات كتير الا عن اشكال البناء والاتجاهات الجغرافيه. نيجي للون الاحمر ده لون جاذب، لون قوي، طاقته عاليه جدا. فانا يعني انا بصي هقول لك حاجه، اللون الاحمر ده بيحطوه على ابواب المحلات علشان ايه؟ يتعرفوا، فيجي اللي عايز يشتري حاجه تلاقيه يقرب للمكان اكتر، فبيبقى فيه مكاسب وفي فوز وفي حاجات كتير قوي. لما تشوفي واحده ماشيه لابسه احمر اول ما تقولي لها لابسه احمر دي عينك هتيجي عليها على طول. بالظبط. ملفت جدا. فانا عايزه اقول لك اللون الاحمر لون طاقته قويه جدا اللي هو بنسميه بالفونغ شوي نار على علم. حاجه تانية اللعيبه، انا من مكاني ده متاكده 100% اللعيب السوبر اللي نمبر 1 الهداف اللي بيبقى رائع جدا في المباراه هتلاقي عنصره من تاريخ ميلاده ناري، يا ناري يا خشبي يا ارضي. تمام. ده اللعيب اللي هو مائي
او معدني لا يمكن يعرف يلعب في النادي. دكتور ده الموضوع كبير قوي، احنا عايزين حلقات. لا لا، وهتلاقي الحريف هتلاقيه في النادي الاهلي ليتبع العنصر القوي الاول الجامد مع النار، هتلاقيه ناري او خشبي او ارضي، لا يمكن تلاقيه. احنا زي النادي الاهلي حريف، واحنا حريفه كنا لابسين من كام يوم احمر ومبسوطين قوي ومشجعين. نورتينا دكتور بجد، وان شاء الله تنورينا حلقات تانية كتير. بنشكرك جدا بجد على الطاقه الايجابيه اللي اديتيها لنا، وان شاء الله يكون كله استفاد منك. خلصت فقرتنا، هنطلع فاصل ونرجع نكمل فقراتنا. استنونا. وصلنا معاكم دلوقتي لاخر فقرات حلقتنا، وهي استشاره طبيه. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة استشارتنا الطبية، وهي فقرة مهمة جدا بنتكلم فيها. هنتكلم فيها النهاردة كمان عن أكتر الشكاوي والمشاكل اللي بنسمعها واللي الناس بتعاني منها كتير، وهي الإحساس بالتعب والإرهاق والخمول. وده ممكن يكون طبيعي وغير مقلق لو أخذنا فترة بسيطة في هذا الإرهاق وانتهى بسرعة زي ما بيحصل طبعا مع أغلبنا. لكن المشكلة هنا بتكون لو الشخص طول الوقت بيشتكي انه حاسس بإجهاد، تعب شديد مستمر، حتى لو أخذ وقته وكفايته من النوم والراحة بيصحى جسمه مكسر وكأنه ما نامش وفي ألم في كل مفاصل وعظام جسمه. أحيانا كتير ده بيأثر على عدم قدرته حتى على أداء أبسط مهامه اليومية. هنعرف أكتر عن المشكلة دي وهنعرف إيه أسبابها. ومنورانا النهاردة ومشرفانا دكتورة دينا أبو السعود، هنتكلم فيها عن المشكلة دي مع بعض. أهلا يا دكتور. حبيبتي أميرة، إزيك؟ عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ كله تمام. الألوان الحلوة دي. أنا بحب الألوان، بتغير المود أحيانا كتير. متدفية كمان. متدفية طبعا. لازم. يا بختك. نفسي اتدفى. يعني احنا بنتكلم مع حضرتك النهارده في مشكله فعلا ان احنا معظم الناس بتقوم بتحس بتعب واجهاد وتكسير في الجسم، ده بيبقى سببه ايه يا دكتور؟ لو هتكلم الاسباب العاديه، لو ما فيش مرض يؤدي الى ذلك، لان في امراض بتؤدي الى الخمول والتعب من امراض الكبد وامراض الكلى وامراض القلب، لكن انا هتكلم الناس اللي ما عندهاش اي مرض مزمن وعلى طول حاسه بتعب. بيبقى رقم واحد نقص فيتامينات ومعادن. يمكن ناس كتير مش عارفة أهمية الفيتامينز والمينرالز للجسم. الجسم بيحتاج فيتامينات ومعادن، الانتيك يبقى يومي. ومن أهم الفيتامينات والمعادن اللي مسؤولة عن التركيز والطاقة وعدم الخمول هو فيتامين دال رقم واحد، ده مهم جدا. وأعتقد أن احنا كلنا معظمنا لو عملنا تحليل فيتامين دال هنلاقيه ناقص. دي حقيقة. ده حقيقي، لأن فيتامين دال مصادره في الأكل مش كتير. ممكن أتكلم إيه المصادر، زي السمك، السلمون، التونة، لكن مصادره في الأكل مش كتير. وعشان ناخده لازم نتعرض للشمس لمدة لا تقل عن 10 دقائق في اليوم. والفيتامين المهم، الفيتامينز المهمة التانية غير فيتامين دال للمسؤول عن النشاط والتركيز والطاقة، هو فيتامين بي اللي مسؤول عن دعم التمثيل الغذائي. فلازم فيتامين دال يبقى نسبته كويسة في الدم، وفيتامين بي يبقى نسبته كويسة في الدم، لأن الفيتامينات دي لو قلت هتعمل مشاكل صحية كتيرة جدا جدا جدا. هل الفيتامينات دي بتأثر على الوزن، الحرق، الخسسان، غير الإحساس بالتعب؟ طبعا طبعا، لو فيتامين دال نقص بيحصل مشاكل كتير، من عدم طاقة، عدم تركيز، خطر الإصابة بمرض السكر، خطر الإصابة بمرض السرطان. لكن كمان أثبتوا أن الناس اللي وزنها زايد أو بتعاني من زيادة في الوزن بيبقى كمان من أحد أسبابه نقص فيتامين دال. فيتامين دال مهم جدا لإنقاص الوزن طبعا فور شور، وفيتامين بي، لأن فيتامين بي هو اللي بيحرق لي، بيعمل لي السعرات الحرارية وبيحول لي الأكل إلى طاقة. فأحيانا نقص الفيتامينات وفيتامين سي، يمكن ناس كتير مش عارفة أن فيتامين سي مسؤول عن حرق الدهون، فلما الفيتامينات بتنقص عندي في الجسم بيؤدي ذلك إلى زيادة وزن فور شور. بالضبط. طب دكتور، هو المشكلة دي دايما بتحصل مع الناس اللي بتحاول تخسر وزنها بشكل سريع جدا، فجسمها بيفقد فيتامينات كتير، بتفقد طبعا فيتامين دي وهي مش حاسة. صح. إزاي نقدر نخس بشكل آمن من غير ما نفقد الفيتامينز اللي احنا محتاجينها؟ نقدر نخس بشكل آمن إن احنا نستخدم مكملات غذائية تبقى مرخصة من وزارة الصحة المصرية، تبقى مرخصة من هيئة سلامة الغذاء المصرية، وتبقى من شركة معروفة وشركة محترمة والفيدباك بتاعها رائع، زي شركة بايوناتشرلز. شركة بايوناتشرلز مقدمة كورس كامل إن احنا نقدر نخس في الوزن بدون حرمان، لأن ناس كتير تقول لك طب أنا بروح لدكاترة
وبيمشوني على دايت وانا مش عايزه ان انا امشي على الدايت ده. فازاي نقدر نخس بدون حرمان وفي نفس الوقت عندنا نشاط وفي نفس الوقت وشي ما يبانش عليه الاجهاد، شعري ما يقعش، ضوافري ما تقصفش، بكورس اسمه بيستا. بيستا من اهم الكورسات طبعا، شركه باي ناتشرلز هي الوكيل الحصري للكورس معانا بالظبط. شركه باي ناتشرلز هي الوكيل الحصري، اي حد عايز يطلب الكورس من خلال فقط الارقام اللي ظاهره على الشاشه. الكورس عباره عن بيستا، طبعا بيستا دي الكيس او الساشيتس المسؤوله عن ان احنا ننقص في الوزن او نخس، لان الكيس دي بناخدها قبل الوجبات الرئيسيه بنص ساعه على كوبايه ميه كبيره. كيس من بيستا عباره عن الياف، اي حد عايز يخس لازم ياخد الياف. من اهم الالياف اللي في بيستا عندي قشور السيليوم، عندي رده الشوفان، عندي رده القمح. التلات الياف دول بيساعدوا جدا على انقاص الوزن، لانها بتنفش في المعده وبتخليني بدل ما اكل كميه كبيره جدا باكل ربع الكميه اللي انا باكلها. اكيد انا بدعم الاكل بتاعي بالبروتين، مهم قوي عشان اقوي عضلاتي. وطول ما انا عندي عضلات اكتر من دهون انا بحرق اكتر. بدعم جدا بالفيتامينز، يعني لما نيجي نبتدي ناكل نبدا بالسلطه، نبدا بالبروتين، وبعد كده ناخد معلقتين ثلاثه اربعه من الكربوهيدرات. يبقى كده انا اخدت كل الاكل الصحي اللي انا محتاجاه. يبقى اول حاجه عندي في هذا الكورس بيستا، عباره عن الالياف اللي قلت عليها، وكمان داخله كروميوم. الكروميوم ماده مهمه قوي لضبط مستوى السكر في الدم وضبط مستوى الكوليسترول في الدم. بلس ان دخله كمان فيتامين سي المسؤول عن ده، طبعا هو ده منتج بيستا. وبرجع اقول طريقه التواصل ده الفيسبوك بتاعنا. بالظبط. يبقى طريقه التواصل يا اما الارقام اللي ظاهره على الشاشه او عن طريق صفحتنا بايو بيستا، موجوده عبر الفيسبوك. برضو بنقدر نستفسر عن اي منتج او نطلب الكورس كمان من خلال صفحتنا على الفيسبوك. يبقى كده انا باخد بيستا قبل الاكل وباخد مالتي فيتامين. يعني على قبل الاكل بقد ايه؟ بنص ساعه. قبل اي وجبه بنص ساعه؟ قبل اي وجبه بنص ساعه، يا اما باخد كيس واحد يا اما باخد كيسين يا اما باخد ثلاث اكياس على حسب الحاله. يعني كل واحد ليه كورس مختلف عن التاني. مين اللي يقدر يعرف الكورس او مين يقدر يصرف هذا الكورس؟ هو الفريق الطبي اللي موجود في شركه باي ناتشرز، هو اللي بيتابع الحاله كل اسبوع وهو اللي بيقول له بياخد ساشه واحده او اثنين او ثلاثه. وطبعا كمان مع بيستا لازم اخد الب مالتي فيت او مالتي فيتامين، عشان لما باجي اكل قليل شعري ما يتاثرش، طاقتي تفضل موجودة، بشرتي ما تتأثرش، مناعتي تفضل قوية. فقال بمالتي فيت هو ده اللي بيتاخد بس قرص واحد في اليوم أيا كان. أوكي. يعني ست، راجل، جميع الأعمار. طبعا الكورس مناسب من سن 13 سنة لكل الأعمار. حتى بطمن أصحاب الأمراض المزمنة يقدروا يستخدموا الكورس بكل أمان. وكمان بيطلع مع الكورس القهوة الخضراء، الجرين كوفي، معروفة قد إيه مهمة كأز أنتي أوكسيدنت، مضاد للأكسدة وحارق للدهون. وبيطلع فيتامين د هدية من الشركة مع أي حد بيطلب كورس بيستا. حلو قوي. البني آدم بيبتدي كده يحس بفرق بعد قد إيه من استخدام الكورس؟ من اول اسبوع بشوف فرق. الله. من اول اسبوع بشوف فرق، لكن ما اقدرش اقول هتخس او هيخس كيلو او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه. كل واحد ليه ظروف مختلفه. في ناس بياخدوا الكورس وبيلعبوا رياضه، في ناس بياخدوا الكورس من غير ما يلعبوا رياضه. فكل واحد اللايف ستايل بتاعه بيفرق، هيخس كام كيلو في الاسبوع. والعمر كمان بيفرق، كل ما بكبر في السن الحرق بتاعي بيبقى اقل، والست غير الراجل. لكن هو من اول اسبوع بلاقي نتيجه ممتازه في انقاص الوزن. واهم حاجه ان انا بخس ومش حاسه ان انا تعبانه، دي اهم حاجه في القصه يعني. طيب احنا معانا دكتور امل عايزر. هي استخدمت البرودكت اوريدي ونزلت حوالي 55 كيلو، مظبوط؟ الو الو. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبي؟ عامله ايه؟ كويسه حبايبي. انتوا شركه بجد، يعني انا اسفه جدا ان انا يعني انا مش عارفه اقول، ممكن ناس تفكر مجامله، بس بالامانه انا جربت منتجات كتير جدا وشركات كتير جدا وعلى النت، ويقولوا لنا هنتابع وما اعرفش ايه، وما كانش بيحصل نهائي بامانه.
لغايه انا شركه باستا دي انا شفتها في تلفزيون بالصدفه في برنامج زي اللي احنا فيه كده، وفوجئت بيه، الناتشورال اورجانيك كله ومالتي فيتامين وكلام شكله جميل، قلت طب انا اجرب. فوجئت بان كل اسبوع الساعه 2:30 دكتوره هدير بنوتي الجميله، انا بجد حقيقي البنوته دي انا بحبها بعشقها، هي للاسف اجازه وعرفت عشان فرحها، ربنا يفرح قلبكم كلكم، وانا فخوره بمعرفتي بيكم، وما في حد من صحابي او اصحابي الا لما يعني قدرني ربنا على الكلام الجميل لانكم فعلا تستحقوا. مساء الخير يا دكتوره امل، ازاي حضرتك؟ معاكي يا دكتوره دينا. ربنا يخليك. ازاي حضرتك؟ كويسه حبيبي الحمد حبيبتي. لله حبيبتي لو حضرتك تقولي لي خسيتي كام كيلو وبدات الكورس. يعني انا حابه ان الفيدباك بتاع حضرتك يوصل لكل الناس يا دكتوره. ربنا يخلي حضرتك حبيبتي. ربنا يخلي حضرتك حبيبتي. بس حضرتك هو انا اوريدي طولي 163.5 اوكي، وكان وزني وصل 72 وكسور 73. انا من الناس اللي هي ما بتحب تزيد ان شاء الله 2 3 كيلو، انا وبناتي على فكره نفس الكلام. اوكي، دي طبيعتنا احنا. فطبعا الواحد طبعا مع السن حرق بيقل، اكيد الحركه مش زي الاول طبعا، حضرتك عارفه العربيه والكلام الكتير ده، وبحاول امشي اوكي، بس انا نفسيا اوريدي زعلت لما شفت البرنامج، وانا جربت حاجات تانية طلعت هبله اسفه للفظ. فجربت معاكم وطلعت نتيجه هايله، متابعه اسبوعيه كل يوم خميس. دكتوره هدير كانت تابع معايا. دكتوره هدير مع حضرتك؟ ايوه طبعا، جميله بموت فيها، سلامي ليها بجد. والله انا مبسوطه قوي قوي. انا اكتر بجد المعرفه، انا مبسوطه وبتشرف لان انا بلاقي فيه مصداقيه في المنتج بتاعكم، فيه مصداقيه بجد بامانه وفن اورجانيك. اهم حاجه حضرتك تفضلي تكملي وتفضلي كده لحد ما توصلي للفورمه، الفورمه بتاعت الساحل دي اللي احنا بنعملها. وميرسي لحضرتك قوي، وميرسي على الفيدباك، وميرسي ان حضرتك طلعتي معانا على الهواء وقلت لنا تجربتك مع شركه بايوناتشرالز وكورس بيستا، ودكتوره هدير هتفضل معاكي كل اسبوع، ويا ريت لما دام خسيتي تفضلي خاسه، يعني مهم قوي كمان كورس التثبيت معانا يا دكتوره امل. ميرسي لحضرتك. بنشكرك بنشكرك بنشكرك. سمعنا طبعا، هي مبسوطه قوي، هي سعيده بالخساسين. اي واحده فينا لو خسرت كيلو بتسعه دي حقيقه. طب انا عايز اسالك يا دكتور، هي قالت اتكلمت في حاجه مهمه قوي، وهو الحرق والسن، مع السن بيقل الحرق. ده طبيعي، دي سنه الحياه. ايه بقى في الكورس تحديدا بيساعد على الحرق؟ كلميني عنه. بصي، في كذا حاجه في الكورس. اول حاجه القهوه الخضراء جرين كوفي مهمه جدا انها تساعد على سرعه الحرق. تاني حاجه اللي داخل بيستا الكروميوم بيحرق كويس قوي، وفيتامين سي بلس البا مالتي فيت اللي داخل الكورس اللي هو المالتي فيتامين، داخله فيتامين بي كومبلكس هو المسؤول عن دعم التمثيل الغذائي. فانا عندي كذا حاجه في الكورس بتساعد على رفع معدل الحرق. وفيتامين دي كمان لما بيقل، فيتامين د بيطلع هديه كمان من الشركه، فيتامين د لما بيخس طبعا ده بيعمل مشاكل كتير قوي. فيتامين د مهم، يعني مهم قوي، اي حد بيتفرج علينا ممكن يكون عنده نقص في فيتامين د ومش عارف. خلي بالك فيتامين د نقصه بيجيب كآبه، الشعر بيقع، مناعتي بتقل، العظم على فكره. يمكن الناس تقول لك كالسيوم مهم الفيتامين للعظم، فيتامين د مهم جدا للعظم، لان الكالسيوم لو موجود في الدم بنسبه كويسه وفيتامين د قليل، الكالسيوم مش هيخش جوه العظم، فيتامين د هو اللي بياخد الكالسيوم ويدخله جوه العظم. فكمان لو انا عندي مشاكل في العظم لازم اشوف نسبه فيتامين د. وطبعا شركه بايوناتشرز كمان بتقدم فيتامين د هديه مع اي كورس بيطلع من الشركه. احنا معانا صور لحالات قبل وبعد استخدام الكورس. طبعا دي حالتنا قبل وبعد. طبعا هنا في الصوره باين قوي انها مامتها، مش هي حقيقة. مش نفس الشخص، مش نفس الشخصيه. وخلي بالك الـ التخن بيكبر في السن طبعًا جدا جدا طبعًا، والخساسان بيصغر في السن. فمهم قوي ان الناس كلها تبقى عارفه ان الاوفر ويت او السمنه ده مرض العصر، يعني ده باب لامراض كتيره جدا. احنا بنحاول ان احنا طول ما ربنا مدينا عمر نعرف نمشي على رجلينا وتبقى صحتنا كويسه، فلازم طول الوقت ان احنا نعمل مونيتور لوزننا. اغلب الناس بتخاف من الفيتامينز والسبلمنتس وكذا، انه سعرها يبقى غالي شويه، هل الكورس سعره يعتبر في متناول كل الناس؟ السعر فعلا يا هند مفاجاه، السعر رائع. يعني سعر مقابل كواليتي
لا ده رائع واعتقد انه مناسب لكل فئات المجتمع المصري بلا استثناء. ازاي نعرف؟ عايزين نعرف سعر الكورس، ما فيش مشكله اتكلموا برضو عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه او صفحتنا على الفيسبوك، نقدر نعرف سعر كورس بيستا. سعر رائع طبعا جدا جدا جدا، ما فيش عندنا اي منتج صعب ان احنا نشتريه. خلينا نروح في حاله، عندنا تقرير مع احدى الحالات اللي جربت الكورس، هنروح نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم. كلنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. اسمي ابراهيم محمد امام، عندي 27 سنه، كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85. قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير، من ضمنها ان انا ما كنتش بعرف البس كويس، كنتش عارف بمارس الرياضه اللي انا بحبها اللي هي الكوره، كان عندي صعوبه في طلوع السلم، كان عندي صعوبه في مظهري العام قدام الناس. الحقيقه ما كانش في اي حاجه محروم منها وانا بستخدم بيستا، بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليلة. بعد ما استخدمت فيستا بصراحة الموضوع اختلف معايا جدا. كنت بستخدم فيستا قبل الأكل بنص ساعة يوميا، ما كانش عندي أي مشكلة مع الجوع لأنه ما كانش بيحسسني إن أنا جعان خالص، ده غير إن طعمه كان حلو جدا، كان بطعم التفاح فأكني بالظبط كنت بشرب عصير. بعد ما خسيت بصراحة الموضوع اختلف معايا، ما بقتش عندي أي معاناة في أي حاجة، ولا في اللبس ولا في الحركة، بعمل اللي أنا عايزه وباكل اللي أنا عايزه. الحقيقة بحب أنصح الناس إن هم يستخدموا فيستا. يعني حالة حلوة جدا، وكل الحالات بصراحة اللي موجودة معنا النهاردة نتائجها كويسة. خس في قد إيه ده مثلا يا دكتور؟ ده مثلا ممكن يكون خس في شهرين خلاص، خس وصل للوزن المثالي، بس كل برجع أقول كل واحد غير التاني. ده مهم جدا، واللي بيلعب رياضة بيخس يعني لو مش ما بتكلمش على الرياضة يا أميرة إن أنا أهري نفسي في الجيم، أنا بتكلم على مفيش مشكلة لو مشيت كل يومين ربع ساعة. مظبوط، أي حركة. الحركة على طول بقول في الحركة بركة يعني. صح. احنا عندنا شوية أسئلة من السوشيال ميديا، خليني لحالات. يعني في أول حالة، مريضة سمنة عندي انزلاق غضروفي والدكتور قال لي لازم على الأقل تخسي من 6 ل 8 كيلو في الشهر، فهل الكورس هيخليني أخس الرقم ده في شهر؟ طبعا ناس كتير عندنا خست أكتر من الوزن ده كمان، يعني أكتر من الكيلوهات دي. تقدر تتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه وتطلب الكورس، هتتبسط جدا من النتائج، واكيد الانزلاق الغضروفي اكيد لازم تخس طبعا. طيب في عندنا حاله بتقول بنتي عندها سكر وزنها 120 كيلو وعندها الشهيه عاليه جدا ومش عارفه احل المشكله، فحضرتك تنصحيني بايه؟ انصحها انها تستخدم كورس بيستا، انصحها انها تاخد بيستا قبل الوجبات الرئيسيه، وتاخد الب مالتي فيت قرص واحد في اليوم بعد الفطار او بعد الغداء. ومهم ليها ما دام مريض السكر، مهم ليها جدا فيتامين د، ومهم ليها فيتامين بي، فتقدر تاخد الكورس. تقدر تتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، هي من نفسها مش هتحس بالشهيه العاليه. يعني الالياف اللي داخل منتج بيستا هتقلل لها شهيتها جدا، لان اكيد لو مامتها مثلا قالت لها لا كلي ده وما تاكليش، لا انت بتاكلي كتير ممكن تعند وتاكل اكتر. فهمت. فالحاجه السهله انها تاخد بيستا، هي من نفسها هتلاقي نفسها شبعانه، مش هتاكل كل الاكل اللي هي بتاكله ده. صح. احنا بنشكرك جدا يا دكتور، وخلصت حلقتنا، وان شاء الله تنورينا في حلقات كتير ان شاء الله تانية. ان شاء الله باذن الله. نشكركم جدا، خلصت حلقتنا النهارده، استنونا في حلقات تانية كتير من الاسبوع الجاي ان شاء الله. باي باي.